قطاع الرعاية الصحية أحد القطاعات الخدمية الواعدة ذات العائد الاقتصادي الذي يحرص على تطوير الخبرات المحلية لتمكينها من تبني الوظائف اللازمة في التخصصات الطبية. اهتمت المملكة بالريادة في قطاع الرعاية الصحية من خلال تطويره ورفع جاذبية الاستثمار فيه ودعم السياحة العلاجية، وشهدت أقسام الرعاية بالمملكة تطوراً ملحوظاً، كما أولت وزارة الصحة اهتماماً كبيراً بأقسام الطوارئ في مرافقها المنتشرة. حرص القطاع على الرعاية والعناية بالأم وطفلها عبر الجواز الصحي للأم، ووفر الرعاية لكبار السن عبر برامج تناسب احتياجاتهم، كما تكفل بالأشخاص ذوي الإعاقة لضمان حقوقهم واحتياجاتهم وتقديم خدمات تأهيلية لهم، كمبادرة نحن معك التي تخدم فئة الصم. تقدم الوزارة أيضا الرعاية الصحية للمقيمين عبر نظام الضمان الصحي التعاوني، وتستقبل الحالات الحرجة والإنسانية بلا مقابل. تعمل المملكة على خلق مجتمع واعي خال من الأمراض والأوبئة لكافة فئاته، ويتمتع قطاع الرعاية الصحية بمزايا جذابة لتنميته ورفع نسبة المحتوى المحلي به وتحقيق فائض في الميزان التجاري غير النفطي بأكثر من 3% بحلول 2030.